ايه افضل قطرة لترطيب العين؟ وبتكون الاجابة بسؤال تاني، هل الجفاف اللي عندك بقاله سنوات؟ هل جربت قطرات كتيرة؟ هل بيرتبط بالعمر؟ هل جفاف العين اللي عندك ده مرتبط بمرض زي السكر او الروماتويد؟ كل دي اسئلة مهمة جدا ان انا اعرفها قبل ما اختار لك القطرة الافضل. اساسيين كاسباب لجفاف العين، ودي لها علاج ودي لها علاج. اول نوع هو ان يكون في جفاف للعين نتيجة نقص في افراز الغدد الدمعية، وفي ثلاث بخاخات، ثلاث غدد لتفرز الدموع، كل واحدة لها علاج. او النوع الثاني هو ان يكون في تبخير، في دموع لكن بتتبخر بسرعة نتيجة نقص في الطبقة الزيتية اللي تبقى موجودة في العين، ودي برضو لها علاج. هنبتدي الأول بقطرة الريستيزيس، ودي المادة الفعالة بتاعتها اسمها سايكلوسبورين. الوظيفة بتاعتها هو انها تقلل الالتهاب المصاحب لأي جفاف للعين. بتتفتح كده، بيبقى في فويل فيها، انا كنت فتحتها الاول قبل كده، وبتيجي في صورة، والقطرة زي ما انتم شايفين بتيجي في صورة خمس حبات. مهم جدا انها تتحط في التلاجة عشان ما تخربش. بتتفتح كل واحدة منهم بالشكل ده، وزي ما انتم شايفين بتبقى حليبية بيسموها emulsions. بنستعمل منها، بنحطها كده على العين، وزي ما انتم شايفين بتبقى بيضة بالشكل ده، ما فيهاش ابدا اي نوع من مركبات الكورتيزون، وهي امنه جدا. استعمل كل 12 ساعه لمده 3 شهور على الاقل عشان المريض يستفيد منها ويشعر بالنقطه. الحالات اللي موجود يستعملها الريستيزيس هي الحالات اللي بتبقى سيفير، اللي هي الحالات الشديده جدا من الدراي اي، وفي نفس الوقت الحالات اللي بيكون سببها التهاب في الغده الدمعيه نتيجه مرض مناعي زي الجوجرين سيندروم، او المرضى اللي بيبقى عندهم التهابات في المفاصل، واشهرها طبعا بيكون الروماتويد ارثرايتس اللي هم الروماتويد، او بيكون الذؤابه الحمراء. القطره لحد دلوقتي لم يتم ترخيصها هنا في المملكه العربيه السعوديه، وتعتبر الى حد ما غاليه، لكن متوفره في المراكز المتخصصه.